نور اللي يذهب ضي جبين الدار، اخدمنا لطف عنا صحيح الخضار. نور اللي يذهب ضي جبين الدار، اخدمنا لطف عنا صحيح الخضار. شمس الامام المظلوم واخويته وانصار نجوم، والعباس من الله تكون قمار. اخدمنا لطف عنا صحيح الخضار. نور اللي يذهب ضي جبين الدار، اخذنا لطف عنا صحيح الخضار. نور اللي يذهب ضي جبين الدار، اخذنا لطف عنا صحيح الخضار. شمس الامام المظلوم واخويته وانصار نجوم، والعباس من الله تكون قمار. اخدمنا لطف عنا صحيح الخبر. الشيخ هادي القصار. شوفت سيار الكواكب وفتهم صحة خبر، شلون بالقدرة تسير بانتظام المستقر. لا قمر يسبق شمسه ولا شمس تسبق قمر، وحسين شبلي المصطفى واخوته وانصار الوفاء، انوار تذهب هالصفة وتسطع بغرة دهر. شمس الكون التجري لو ان تنتقل البرج المغرب تجري قمر بالشكل، وحسين هاي الانوار من الوطن بهم سار. ارض الطف صارت لبرج مستقر. اخدمنا لطف نور اللي يذهب ضي جبين الدار، نور اللي يذهب ضي جبين الدار، اخدمنا لطف شمس الامام واخوته وباقي الاطايب بيها والناضي. نريد نحدث ببدر الغواليب، شو تقول وش عندك فكر؟ انفصل الحكي لو نختصر. لا والله يمكن بالبكر صعب تفصيل المناطيب، حيث العباس احنا لون بالمديح ردنا نفصل فضل يطول الشريح. حيث العباس احنا لون بالمديح ردنا نفصل فضل يطول الشريح. مهما نمدح العباس وش ما يمدحوه الناس، مدح العالم قطرة يصير عار.
لطف عنا صحيح نور ابن الغيه كريم الزهار اخذ من لطف عنا صحيح جواب عني جواب نور اللي يذهب ضيع جبين مكرمة كرمة وقوة وشجاعة مكرمة وقوة وشجاعة وكرام واخلاق بحسبها ما تقلي اشجاع يا نسب من نسب حيدر يا حسب تاليش من بين العرب وخطبها حيد الرايد منها يحصل بطل للكلفات بدال يصير ويضل حيد الرايد منها يحصل بطل للكلفات بدال يصير ويضل وحين انولد المولود بالقوة اصبح والزود كل من شاف يقول جفارس مضار اخذ من القف عنا صحيح يذهب ضيع جبين الدهر اخذ احكيه يعني نور اللي يذهب ضيع جبين مكرمة وقوة وشجاعة وكرام واخلاق بحسبها ما تقلي اشجع يا نسب من نسب حيدر يا حسب جاليش من بيان العرب اختار الحر وخطبها هذا الرايد منها يحصل بطل للكلفات بدال يصير ويضل وحين انولد المولود بالقوة اصبح والزود كل من شاف يقول جفارس مضار اخذ من لطف عنا صحيح والعطاء من الله بدوان جمار
يقبل يا وليدي انت الكربلاء تشيل راسي ويا الضياغين والعباس يقل يا ابويا استويد عزمي تشوفه ومنك اسر الجبيد والعباس يقل يا ابويا استويد عزمي تشوفه ومنك اسر الجبيد ولحسين اخويا تقل عبيدك تهنى بفعله ويصير اشجع واقوى بعد لو كبار اخذ من الطف عنا صحيح نور يذهب ضي جبين الدار والهمام وبسيف حيدر والعلام تعنى القمر راعي الشيام الكربلاء وللمعركة ضرب وقام قبال الجيمة يهزر عيته وصاحب صرخة وبيها دوت صرخته وقام قبال الجيمة يغرايته وصاحب صرخة وبيها دوت صرخته وقال لهم الموعد حل هذا البيان الاول صارت ثورة وهذا علمها انتشار اخذ من الطف عنها صحيح نور اللي ذهب ضي جبين الدار اخذت وبسيف حيدر والعلم تعنى القمر راعي الشيام الكربلاء وللمعركة طاب وقام قبال الجيمة يغرايته وصاحب صرخة وبيها دوت صرخته
وقام قبال الجيمة يغرايته وصاحب صرخة وبيد ود صرخته وقال لهم الموعد حل هذا البيان الأول صارت ثورة وهذا علم انتشار اخذ من الطف عنا صحيح قول بهالحروب ننطيك بس لا لا تطوب واللي يستجير من الرعوب بيك لابد ما تجير قال لهم من خيمتي للعلقمي رايد للدم يجري بحر صارمي قال لهم من خيمتي للعلقمي رايد للدم يجري بحر صارمي وعلى البحر بالجيمان اصنع جسر من ابدان وعلى البحر والجيمان اصنع جسر من ابدان وعلى الابدان امشي واطب للنار اخذ من الطف عنا صحيح ننطيك بس لا لا تطوب واللي يستجير من الوعوب بيك لابد ما تجير قال لهم من خيمتي للعلقمي رايد للدم يجري بحر صارمي وعلى البحر بالجيمان اصنع جسر من ابدان وعلى الابدان امشي واطب للنار اخذ من الطف عنا صحيح الخبر نور اللي يذهب ضيع جبين يعني اخذ من الطف عنا صحيح الخبر I'm not a high-end
قال عباس انا هذه غايتي وانا بن حيدر واللي يريد يصير عنده بساعة واكثر بعد يقدر وكل ما طلب راعي الفخر صار وجرى من الدم بحر وسوى الجسر وعليه عبار والبقى حيشرد بالبار لما انشافت زود رجال الحرس طالع ليهم كان اسد وافترس لما انشافت زود رجال الحرس طالع ليهم كان اسد وافترس صاحت ما دامك فراس اخذ النار يا عباس هاك تهنى تهنى يا راعي الفخر اخذ من الطف ناب صارت بعد أزياد بالحروب حيرة العسكر قال عباس أنا هالي غايتي وأنا بن حيدر يصير عنده بساع واكثر بعد يقدر وكل ما طلب راعي الفخر صار وجرى من الدم بحر وسوى الجسر وعليه عبار والبقى حيشرد بالبار لما انشافت زود رجال الحرس طالع ليهم كان اسد وافترس لما انشافت زود رجال الحرس طالع ليهم كان اسد وافترس صاحت ما دامت فراس اخذ النار يا عباس هاك تهنى تهنى يا راعي الفخر اخذ من الطف ناب صارت بعد أزياد بالحروب حيرة العسكر قال عباس أنا هذي غايتي وأنا بن حيدر واللي يريد يصير عنده بساع واكثر بعد يقدر وكل ما طلب راعي الفخر صار وجرى من الدم بحر
وسوى الجسر وعليه عبار والبقى حي شرد بالبار. لما انشافت زود رجال الحرس طالع اليوم جن اسد وافترس صاحت ما دامك فراس اخذ النار يا عباس هاك تهنى تهنى يا راعي الفخر اخذ من الطف شلون يتهنى وعضيد بالخيام مفطور قلبه وما الماي من يدوه يصيح حاش الماي شربه وحسين بن حامل حمى ساعة ويموت من الظما وعيالك الهبم زمة من الجود وطلع لا تنراح للصيوان مهتم وبين ما يمشي بطريقه وللنجا سهم المحتم صوب الركوة وتبدل معايا وحيلة تهدم وقطعة ويسارة ويمن تاقر وطاحت من داري تقطع بالعمد طار وهامت قطع ورحب فاضل من يد حسين بن حامل حمية اليوم ظهري يا اخي قد انفصل اليوم سور العز فيك قد انهدم اليوم يبكي السيف فقدك والعلم اليوم نامت اعين بك لم تنم وتسهدت اخرى فعز منامها واسرق اغص بفياض دمع العين واشرق وعظام غدت لاقات واشرق على المطروح فوق النار واشرق نورة وقطعة وتفوف الصخية وقضت علي العقيلة زينب قالت اخي ابا الفضل انت الذي اخرجتني من داري ولم اقم الا بشيمتك فقم الان انا اختك زينب اجابها بلسان الحال عينات عينات يا زينب وعدت وفيت عينات امن الخاف يا اختراح عينك بسهم عيني يطفيها لجيل عينك وخدرك دون ضحك فوف ديال اللهم صلي على محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة